مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين متابعي الشرقية واللاعب 12، وموعدنا بهذا التوقيت بالتأكيد يتجدد، وحديث ومحور يشغل بال الشارع الرياضي العراقي بعد هالفاصل القصير. أتمنى من بعده ظلوا ويانا حتى نبدأ الحوار. يوم أمس كان معنا السيد أحمد الموسوي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وبالتأكيد كان الموضوع حول لوائح انتخابات الأندية الرياضية ومجالس الإدارات، واستمعنا إلى رأي الوزارة ورد فعلها بخصوص الاجتماع اللي حصل في بغداد من أيام، والاجتماع طبعا يضم مجلس أندية العراق، ووضعنا أمام السيد أحمد الموسوي مطالبات المجتمعين وأفكارهم ورؤاهم حول مطالبتهم بإلغاء التعديلات اللي طالب بها الوزارة. تحدثوا المجتمعين عن عدم قانونية أي عمل قامت به الوزارة بخصوص التعديلات والاعتراض على مسألة الترشيح لولايتين بالنسبة للرئيس، وأيضا اشتراط الشهادة الجامعية. اليوم راح نواصل الحديث حول هذا الموضوع لأنه هو من المواضيع المهمة والمؤثرة حاليا بالوسط الرياضي العراقي، وراح نستمع إلى رأي مجلس أندية العراق بخصوص هذا الموضوع، سواء عبر التصريحات اللي موجودة عندنا من اجتماع مجلس الأندية في بغداد، أو عبر الإعلام الرياضي، وأيضا شخوص ورموز المجلس اللي لهم رأي وموقف ضد الوزارة. بداية تقرير لزيد السراج وضح لنا رد ورأي الوزارة حول اجتماع مجلس أندية العراق، وبعدين نرجع نكمل الموضوع مع ضيوفنا ولقاءاتنا. وبعد عقد مجلس أندية العراق لمؤتمره الاستثنائي، بيّنت وزارة الشباب والرياضة أن التعديلات طرأت عبر اللوائح خلال السنين الماضية والتي شهدت إجراء أكثر من انتخابات، لكن هنالك من يحاول أن يدفع الضرر عنه بعد أن مكث في مكانه رئيسا لفترة ليست بالقصيرة، أو لا يمتلك شهادة البكالوريوس الجامعية كحد أدنى للمؤهل العلمي، مضيفة أن اللجوء إلى القضاء العراقي أو الدولي هو أمر طبيعي، ولن يثني الوزارة على ما قامت به عبر كتابتها للوائح، وأنها غير مهتمة لأي وقت قد يمنحه البعض لها من أجل مراجعة نفسها مرة أخرى، وأن انتخابات الأندية الرياضية ستكون ثابتة في موعدها المحدد دون التأجيل أو التعديل. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. يعني يوم أمس لبى دعوتنا السيد أحمد الموسوي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وكان ضيفنا وسمعنا الحوار والنقاش اللي يعني دار، وكل الأسئلة يمكن اللي طرحت في مجلس الأندية طرحناها على السيد أحمد الموسوي كممثل الوزارة وجاوبنا لثالث مرة على التوالي. السيد جميل العبادي يتهرب من التواجد معنا بالبرنامج، في مرتين سابقة تواعدنا معه وكان لنا التزام وياه، والرجل وعدنا بالحضور واتفقنا على الحضور وبالتالي يخلف موعده بالمرتين السابقة. السيد طبعا جميل العبادي رئيس مجلس أندية العراق، ويوم أمس أيضا باتصال شخصي معه السيد جميل العبادي قال خلاص راح أكون موجود، وأيضا اليوم احنا من الصبح نرن على تليفوناته والرجل ما يتقبل الاتصال، وبعدين يرد علينا شخص من طرفه السائق ماله او اي شخص يقول والله السيد جميل العبادي باجتماع بمجلس الوزراء. طيب انت رئيس مجلس أندية العراق، اولا اجتماعاتك كثيرة وامامك قضية تريد تطالب بها، انت اذا مو قادر على ان تواجه الاعلام وتواجه الصحافة بقضيتك شلون راح تنجح؟ انت اذا ما تمتلك الشجاعة انه تطلع امام الناس وتدافع عن رؤيتك وعن قضيتك وعن هدفك، شلون الناس راح تقتنع بيك وتصدق بيك؟ سيد جميل العبادي ما اعرف اذا يعني هو دائم من الهروب من كل وسائل الاعلام او ويانا سواها لثالث مرة، ما اعرف، لكن اذا كان ما متواجد ويا وسائل الاعلام فصدقني يا سيد جميل العبادي ما حد راح يقتنع بقضيتك ولا راح احد راح يقتنع بمبدأك.
لأن أنت إذا ما تواجه الناس وتواجه الإعلام بقضيتك وبالأمور اللي دافع عنها ما حد راح يقتنع بيك. أما إذا أنت بشكل يعني خاص مع اللاعب 12 أو مع الشرقية تتهرب من الظهور، فمعناه أنه أنت تخاف من برامجنا وتخاف من مقدمينا. فهي دعوة إليك سيد جميل العبادي أنه تلتزم بكلمتك، تلتزم بوعدك، لأن الوعد الحر دين. وأنا كلمتك يوم أمس قلت لك ما أرد تصير مثل مرتين السابقة، قلت لي خلاص أنت ويانا، واليوم أنت خليتنا يعني قدام الأمر الواقع وتهربت للمرة الثالثة من التواجد ويانا بالبرنامج. عسى المانع يكون خير دائما، لكن تكرارها للمرة الثالثة بالتأكيد يخلينا ويوصلنا إلى هذه النقطة من الحديث. على كل كل الخير والبركة بالأساتذة اللي راح يكونوا متواجدين ويانا عبر التليفون، نسمع رأيهم بكل شجاعة وبرحابة صدر. مجموعة من المتحدثين بمجلس أندية العراق تحدثوا للزميل زيد السراج عن رؤيتهم وفق قناعات عمل وقناعات شخصية بقرارات وتعديلات وزارة الشباب والرياضة للائحة انتخابات الأندية طبعا اللي راح تجري السنة الجاية بشهر 3. نتابع. طبعا من الواضح أن أولاد الوزير بعض المعلومات عن الأندية وحال الأندية وما آلت إليه الرياضة العراقية على العموم، وهو كشخص الحقيقة يسعى من خلال منصبه إلى تعديل بعض القوانين النافذة من أجل النهوض بحركة الحركة الرياضية عموما والرياضة العراقية. نحن مع الوزير في إجراء الانتخابات كنادي الزوراء، لكن على أن لا تتقاطع مع القانون، لأن اللوائح التي أعدت لو تقرأها بتمعن راح تشوف بها كثير من المغالطات. أما كثير من المغالطات، يعني مرة هو يقول عضو الهيئة العامة يجب أن لا يقل عمره عن 22، وبعدين يقول في نقطة أخرى أنه يمكن من يرغب بالترشيح إن كان عضو هيئة عامة أو من خارج الهيئة العامة عمره 20 سنة. هذه إحدى النقاط. كثيرة نقطة أخرى يقول هو اللائحة تقول أنه الهيئة العامة الحالية 20% منها يحق لها تشترك بالانتخابات مع المؤسسين الهيئة التأسيسية مع الهيئة الإدارية، وذولا كلهم ما يشكلون ثلث الهيئة العامة اللي هي 151 بالنسبة لأندية العاصمة بغداد. وبالتالي معناه راح يجون ثلثين من الناخبين الجدد كهيئة عامة لا يعرفون الهيئة الإدارية ولا يعرفون المرشحين ولا احنا نعرفهم ولا يعرفون ما قدمناه. عموما هذه أمثلة، وبعد اكو اكثر من هذا كثير لو تقرأ اللائحة بها كثير من المغالطات والأخطاء. المشكلة القائمة مثل ما هو واضح 148 نادي سجلت حضورها اليوم وسجلت اعتراضها على لائحة الانتخابات وعلى مقترحات وزارة الرياضة والشباب. احنا من خلالنا نقول انه ندعو الوزير لإصلاح القوانين بقوانين اخرى بتشريع قانون جديد. على الوزير ان يسعى الى اصدار وتشريع قانون جديد يخدم الحركة الرياضية وفق الرؤى المعدة من قبل الخبراء والاختصاصيين. سيد اصدار قانون ام يعني رجوع للقانون الرئيس؟ الان ما عندنا غير رجوع للقانون الرئيس، لكن اذا هو عنده اصلاحات وعنده اراء وافكار عليه ان يصدر قوانين جديدة. يسعى الى تشريع قوانين من خلال الأطر الدستورية ألا وهي البرلمان. وهنا نقول لمع الوزير أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي. يعني إذا الوزير اليوم يريد أن يجري انتخابات على عجل من أجل إصلاحات موجودة في أجندته وفي باله وفي بال وزارته وأجندة وزارته، هذه يعني لا تتفق مع القوانين، فخلي يسعى إلى أنه يحصل على قوانين مستقبلية تحسب إلى وللوزارة. عموما نادينا ايضا كحال الانديه الاخرى نادي الزوراء احنا نتحفظ على اللائحه الانتخابيه ونحن مع اجراء الانتخابات لكن وفق الاطر القانونيه والدستوريه. طبعا هذا المؤتمر يعني هو دليل على تكاتف الانديه وتعاونها وانسجامها فيما يخص التعليمات اللي صدرت مؤخرا من الوزاره. الكل حقيقه يحترم السيد الوزير ووزارة الشباب، لكن هناك التقاطع الأساسي هو مطالبة الأندية بتطبيق القانون، والقانون أعتقد هو النافذ اللي موجود، قانون 18 سنة 86 هو القانون النافذ، وأعتقد هذا المطلب يعني لا يحيد عن الواقع أنه مؤتمر مثل الأندية أعتقد 145 نادي هو ليس بتقاطع مع الوزارة، لكنه مطالبة هذه الأندية بتطبيق قانون الأندية اللي ينص على أنه النادي هيئة
مستقلة لها حق التملك وحق، وهذا دليل على أنه هذه الاستقلالية الأندية ضربت ببعض التعليمات. نقول الآن كأنه نقاط الخلاف أعتقد هي يمكن 4 أو 5 نقاط مع التعليمات اللي صدرت. أعتقد أنه بعد تشكيل وفد لزيارة السيد الوزير أعتقد ممكن نجد لها حل. حقيقة هذا الأمر يعني يمكن ربما سينسحب يعني على تأجيل الانتخابات، وأعتقد أنه رأي شخصي أنه من المصلحة العامة أنه تأجيل الانتخابات لفترة معينة لحين حل هذا الإشكال. اعتراضنا اليوم خلال هذا المؤتمر الاستثنائي لأندية العراق يكمل بأنه إصدار أي لوائح أو إصدار أي تعليمات انتخابية يجب أن يكون متوافقا مع قانون الأندية الرياضية النافذ لسنة 18 رقم 18 لسنة 1986، وفي رأينا أن إصدار هذا اللوائح جاء متعارضا مع القانون وعن النصوص القانونية وفقرات القانون الموجودة فيه، فلا يصح إجراء الانتخابات ضمن مخالفة قانونية، مع تأكيدنا على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ضمن المدة القانونية لعمر الهيئة الإدارية وفقا للقانون النافذ، وهذا ليس تهرب من الانتخابات بل تأكيد على إجراءها ولكن ضمن القانون النافذ. رأيي بما يدور حاليا من ما أعرف إذا وصل إلى مرحلة الصراع، يتفق ويانا أستاذنا الصحفي الكبير السيد عدنان لفتة اللي يسعدنا ويشرفنا تواجده ويانا باللاعب 12 وبالشرقية عبر التليفون. أستاذ عدنان بداية مساء الخير، كل عام وأنت بخير أنت وعائلتك، إن شاء الله يا ربي بألف خير وينعاد عليك بالصحة والسلامة. يعني قضية انتخابات مجالس إدارات الأندية بها الكثير من التفاصيل والكثير من المداولة بوسائل الإعلام وعلى مستوى المعنيين سواء بشكل رسمي أو بشكل شعبي، وإذا تسأل المعترضين يقولك إحنا ما عندنا شيء ويا الوزارة والوزارة وزارتنا، وإذا تسأل الوزارة البارحة كانوا يعني سيد أحمد الموسوي يقول والله إحنا ما عندنا شيء ويا المعترضين وكلهم أخوتنا ونحترمهم، لكن على أرض الواقع تتفق معنا أنه المسألة وصلت إلى حد الصراع بين الأندية وبين الوزارة؟ مساء الخير أخي فيان، تحية إليك ولكل مشاهدي الشرقية ولكل الأحبة، وكل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله ينعاد علينا جميعا بالصحة والعافية وبلدنا بأحسن حال يا رب. بالنسبة لقضية الأندية أنا أعتقد أن الخلاف يعني واضح جدا، الأندية لا تريد اللائحة الحالية لسبب بسيط. نعم. حضرتك. نعم. الخلاف هو على أعتقد فقرة أساسية تتعلق بقضية الولايتين. نعم. الوزارة عندما وضعت اللائحة الجديدة حددت ولاية كل رئيس بولايتين فقط. نعم. طبعا هنا هو مربط الفرج. أغلب رؤساء الأندية يريدون أن يكون إلى ما لا نهاية يبقى يتحكم بالأندية وكذلك الأعضاء، أعتقد هذه هي المشكلة الأساسية. أما الآن الحديث عن قضية استقلالية وأن الأندية لابد لها هوية استقلالية، أنا أعتقد هذا أمر غريب، لأنه الأندية دائما تلجأ للوزارة عندما تحتاج الأموال، تسجل الوزارة عندما تقول أنها ترتبط بالوزارة، لكن أنا أعتقد الآن قضية صراع، قضية الكرسي هو الأساس في الموضوع. لو أن هذا البند غير موجود ترحبت جميع الأندية بالانتخابات وقالت لا بأس نجري الانتخابات في أي وقت يشاء، أما الآن الدعوات فهي إلى التأجيل أو إلى إعداد لائحة جديدة أو الاتفاق مع الوزارة على بنود جديدة، الكثير من هذا الأمر، لكن القضية كما ذكرت لك القضية متعلقة بالولاية الانتخابية ليس أكثر من ذلك. طيب الولاية الانتخابية خلت المعترضين يذهبون إلى منح مهلة للوزارة مدتها 10 أيام إلى تفويض محامي لرفع دعوة بالمحاكم المحلية، إذا لم تنجح نذهب إلى المحاكم الدولية. هل فعلا يعني المعترضون ذاهبون إلى هذا المنحة بمسألة تعريض الرياضة العراقية للإيقاف للتجميد لسبب مصلحي لسبب شخصي لسبب كرسي أو منصب الرئيس اللي بالتأكيد كلنا متفقين أنه هو هذا العقدة اللي خلتنا نصل إلى هذه المرحلة من الصراع؟ لا، أنا أعتقد أن القضية لن تصل إلى قضية المحاكم ولا إلى قضية القضاء الدولي، أعتقد القضية ستحل. يفترض يعني مسؤولي الأندية أو أعضائها يشكلون وفد خلينا نقول حلحلة الأمور أو الاتفاق على الأقل خطوط وسطى، منطقة وسطى بين الطرفين لإنجاز المهمة الانتخابية. أعتقد الانتخابات ليست حدثا مقدسا يمكن أن تؤجل إلى 3 أشهر أو 4 أشهر، أعتقد هذا الأمر لن يعترض عليه أحد.
لكن المهم يتفقون على اللوائح الانتخابية. أنت تعلم أن الأندية والوزارة واللجنة الأوروبية تعتمد على قوانين قديمة أكل عليها الدهر وشرب. نعم. الانتخابات القديمة كانت الأندية تدفع اللجنة الأوروبية والآن بالواقع العملي الأندية تدفع وزارة الشباب. نعم. فبالتالي عندما تعاد اللوائح، وهذا إعداد اللوائح هو جزء من القانون الجديد للأندية، أعتقد الأندية الرياضية بحاجة إلى قوانين تنظم عملها، فبالتالي علينا أن لا نتغير من الموضوع، لكن أيضا أن نتفق على الأقل على الخطوط العريضة لإجراء انتخابات سليمة محايدة تعطي لكل شخص يعني الفرصة كي يعني يعبر عن رأيه، بعيدا عن أنه تبقى الأندية حكرا على بعض الأسماء منذ 10 سنوات أو 20 سنة أو حتى 30 سنة. أعتقد حان الوقت للتبديل لتغيير الدماء، وهذه قضية مهمة للشارع الرياضي. طيب هذه المنطقة الوسط أو نقطة الالتقاء اللي حضرتك تتكلم عنها أستاذ عدنان، يعني تأتي بتراجع الوزارة عن مسألة ترشيح الرئيس لولايتين متتالية ومسألة الشهادة الجامعية، أم رضوخ الرؤساء الأندية لتعديلات وقرارات الوزارة، أم الاحتكام إلى شيء ثالث ربما يظهر؟ أنت وفق رؤيتك ومتابعتك نقطة الالتقاء هذه ما هي شروطها أو ما هي محدداتها اللي ممكن يتفاهمون عليها الطرفين؟ نعم، لا هو القانون محكم، يعني قانون هو شيء جميل للجميع. نعم. أن يلتزمون بالقانون وأن يسيرون عليه، لكن قانون متفق، نحن الآن في بلد يفترض أن يكون ديمقراطيا. نعم. وأن نستمع للجميع، فبالتالي لا أعتقد أن الوزارة توصل أبوابها أمام من يقترح اقتراحات إيجابية تخص. نعم. العملية الرياضية، أنا أعتقد أن ممكن هناك حلول وسطى تتعلق مثلا ربما إيجاد بعض الاستثناءات في قضية الولايتين، خاصة إذا النادي كان مصرا على رئيسه أو أن الهيئة العامة راغبة ببقاء الرئيس. أعتقد ممكن الوزارة تطالب بعدد معين من الأصوات لاجتياز، يعني إذا كنا قبل نقول بالأغلبية يفرض الآن أن رئيس النادي يحصل على 2 على الأقل. طيب. ممكن نصل إلى هذه الحالة. أما قضية الانتخابات ممكن أيضا الوزارة ترضخ أنه ما يجروها في نيسان، يجروها 3 أشهر إلى تموز أو إلى آب المقبل، حتى الأندية تستعد جيدا وحتى الوزارة أيضا تستعد جيدا لحدث مهم مثل الانتخابات الرياضية. بالتالي ممكن أن نصل إلى منطقة هادئة نحل بها المشاكل، لكن بدون يعني توتير الأمور أو الأجواء، نبحث عن حلول إيجابية تخدم العملية الرياضية دون التفكير بالقضايا الشخصية. سيد أحمد الموسوي أستاذ عدنان، يوم أمس كان يعني ضيفنا بالبرنامج وتحدثنا عن الكلام اللي قلته حضرتك قبل شوية، ممكن أكو استثناءات، قال لا استثناءات، الكل يعني يجرون الانتخابات تحت شروط الوزارة وتعديلاتها، وحتى على مستوى الإنجاز، حتى على مستوى الولايتين لن نقبل بأن تكون هناك أي استثناءات، باب الاستثناءات راح يترك الباب مفتوح للعلاقات، للقوى المؤثرة، للضغوط اللي موجودة السياسية وغيرها من الضغوط اللي تتأثر بالعمل الرياضي، وأيضا ممكن نشاهد استثناءات جديدة لرؤساء أندية قاعدين بكراسيهم وصار لرئيس نادي 10 و15 سنة و12 سنة بدون أن يحقق إنجاز واحد. لا لا، أنا أعتقد يعني الوزارة ليست حاسمة بهذا الموضوع، الوزارة تريد حل المشكلة ولا تريد يعني إثارة الأجواء. أنا أعتقد الوزير عندي يعني معلومات عن هذا الأمر، سيلتقي قريبا خلال أيام ربما أو في بداية العام المقبل مع وفد يمثل الأندية. نعم. للوصول إلى حلول مشتركة، ليست هناك خطوط نهائية، لم يغلق الباب أحد، يفترض للجميع أن يستمع إلى الأطراف الأخرى حتى يحلون المشكلة بشكل هادئ، وأعتقد الحلول قابلة للأمور قابلة للحلحلة بدون أنه نفرض فروض، يعني لازم فرض الطاعة على الأندية، ولا الأندية أيضا تكون يعني خيالية أو جازت بطموحات بعيدة عن أرض الواقع. يفترض الطرفين أن يتخلى بعض الآخر عن بعض المسائل العالقة في هذا الاتجاه. أعتقد الوزارة ممكن تحل المشكلة ببعض الأمور اللي ممكن تتساهل بها، لكن القانون هو محدد للجميع ويمكن أن يخدم الرياضة أهم من أي طرف آخر، والأندية أيضا يجب أن تفكر بالصالح العام. طيب. بعيدا عن بقاء بعض الأسماء أو كل الأسماء طوال الفترات الانتخابية الماضية. طيب أستاذ عدنان، يعني يوم أمس السيد علي جبار والسيد كامل صغير
باللاعب 12 اعلنوا انهم ما راح يرشحون مره ثانيه لرئاسه انديتهم، لان هم يشعرون ان هناك تقاطع او اختلاف بشخصنا باشخاصهم بشخصهم مع السيد الوزير، وقالوا انه احنا ما راح نرشح مره ثانيه حتى نبطل هذا الكلام وحتى نكون احنا بعيدين. تنازل هؤلاء الاشخاص يعني برايك سيد عدنان، هل اولا هو يعني يزيل شخصنة الامور والصراع الشخصي بين السيد الوزير وهؤلاء الاشخاص، وهل فعلا راح يوصلنا الى نقطه الالتقاء اللي حضرتك تكلمت عنها بالبدايه؟ لا لا، ما اعتقد ماكو اي شخصيه بالامور. اللوائح عدها مجموعه من الخبراء وحتى ممثلين للانديه ما كانوا تدخل بها الوزير شباب، ليس دفاعا عنه لكن الرجل لم يتدخل في الموضوع، ربما اعطى بعض الافكار لكن اكو لجنه محدده هي التي صارت اللوائح، بالتالي ليس هناك قضيه شخصيه ضد هذا الطرف او ذاك. يفترض لكل شخص ان يعني ينصاع للقانون وان يفكر بالقانون، لكن كما ذكرت لك علينا ان نلتزم بلوائح مرضيه لجميع الاطراف ونقنع الاخرين بطروحاتنا. الانديه يفترض ان تقدم دفوعاتها ومبرراتها لبقاء بعض الاسماء، وايضا الوزاره تقول شنو مبرر مثلا بعض اللوائح تصر عليها بشكل حاسم، مثلا عدم التخلي عن قضيه الشهاده، عدم التخلي عن امور من هذا الاتجاه. فيفترض ان نحل الامور بشكل هادئ بعيد عن المشاكل، وكما ذكرت لك كانت القضيه قابله للحل، ما اعتقد راح توصل لازمه كبيره لان الوسط الرياضي ليس محتاجا للمزيد من الازمات والمشاكل. طيب السيد عدنان لفتة الصحفي الرياضي، وطبعا تواجدك ويانا يسعدنا جدا، اشكرك الشكر الجزيل على تشريفك لنا اليوم باللاعب 12 بالشرقيه، شكرا لرايك ووقتك، وبالتالي يعني فعلا نضم صوتنا الى صوت استاذ عدنان ونقول يا ريت انه الامور ما تصير مثل كره الثلج كل يوم وكل ساعه تكبر ويصير بها تفاعلات مؤثره على يعني رؤيتنا الرياضيه على مستقبلنا الرياضي، ولو احنا معاناتنا الحقيقيه مستمره بكل المجالات الرياضيه ما ظلت على هذه الامور، لكن يعني نحاول على الاقل انه تقريب وجهات النظر بين الوزارة بين مجلس الأندية العراقي، اللي كنا نحاول أن نسمع رأيهم اليوم ممثلة بالسيد جميل العبادي، وعدنا لكن أخلف وعده وتهرب من الظهور بالبرنامج المرة الثالثة، هذا يعني خلاه يفقد فرصته بالتواجد ويانا، تذرع بحجج يعني ما نريد نقول واهية لكن حجج ضعيفة، لكن بالتأكيد مجلس الأندية سمعنا رأيه عن طريق كثير من الناس اللي امتلكوا الشجاعة وظهروا معنا سواء باللقاء أو بغير أمور. رأي مجلس الأندية أيضا ممثل بسيد عبد الكريم ياسر الناطق الإعلامي وصحفينا الكبير أستاذ هشام السلمان، نسمع الآن مع زيد السراج. أعتقد فيما يخص الجلسة لا أعتقد هناك أمل بأن تكون هناك جلسة إلا إذا تدخل العقلاء أصحاب الشأن سواء في البرلمان العراقي أو في اللجنة الأولمبية، وكذلك معالي وزير الشباب والرياضة الذي تربطنا به علاقة طيبة وكنا ولازلنا نستبشر به خيرا، خصوصا أنه شاب يمتلك روح الشباب الرياضية، لكن الإصرار على الخطأ هو ما يولد أخطاء، ونحن نتمنى أن نتلافى هذه الأخطاء ولا أن نسارع للجوء إليها، على الرغم من أنها حق، اللجوء إلى القضاء العراقي حق مشروع في حالة عدم الوصول إلى حل، وفي حالة عدم إنصاف القضية برمتها باعتبارها قضية وليس شخصية، يعني موضوع شخصي، في حالة عدم إنصاف هذه القضية العامة من قبل القضاء العراقي كما لوح 145 نادي، هم متفقون جميعا على أن يدولوا القضية، وفي هذه الحالة للأسف قد تعاقب الرياضة العراقية، وهذا ما لا نتمناه، كما سمعنا عن بعض الدول التي عوقبت جراء هذه الأحداث. نحن عراقيون ومصرون على أن نمضي ببلدنا نحو الأفضل وليس نحو العقوبات وأن نكون بعزلة عن العالم، فهذا ما لا نتمناه. لذا نطالب معالي الوزير
أن يبدأ بمشروع آخر بعيدا عن هذه التعليمات التي هي فسرت بالمنطق أنها أمر ويجب تنفيذها. وهذا ما يعيد الأخوة ويعيدني أنا أيضا وبلا شك أنتم معي، يعيدنا بالذاكرة إلى ما قبل 2003 حينما كان الأمر يأتي يجب أن ينفذ ثم يناقش. اليوم نحن نعيش في أجواء ديمقراطية وفي دولة مدنية، ممكن أن نناقش كل شيء وممكن أن نختلف في كل شيء، المهم أن نصل في النهاية إلى الرأي السديد الرأي الصائب الذي يصلنا إلى بر الأمان. اليوم يعني وجدت بين يعني الأندية المجموعة في هذا المكان أكثر من 140 نادي قد سحبت البساط، قد تكون قد سحبت البساط من تحت أقدام الوزارة باعتبار الوزارة أعلنت قبل أيام عن اللوائح الانتخابية اللي يعني تجرى عليها انتخاباتها في آذار المقبل. هذه التجمع وهذا المطالب أعتقد قانونية ما دام هذه الأندية تصر وتطالب بتطبيق القوانين ونحن في دولة قانون. أنا مع القانون عندما تكون شرعية للاجتماعات اللي تعقد هنا. حتى المجتمع الإعلامي الرياضي في العراق يسأل مدى شرعية هذا التجمع باعتبار مجلس الأندية لا تابع للأندية الأولمبية ولا تابع للوزارة. طيب لمن يتبع مجلس الأندية كتشكيل إداري يعني ضمن الهيئات الإدارية المعلن عنها رسميا في البلد سواء وزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية أو المجتمع المدني، يعني منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون إجازة لتأسيس هذا المجلس، أما أن تكون له عمق تاريخي من 2004 فأنا أعتقد يجب أن تكون هناك توضيحات لهذا الإشكال. السيد علي جبار طبعا رئيس نادي ميسان وواحد من المتصدين للاعتراض على لوائح انتخابات الأندية التي أقرتها الوزارة، معنا الآن عبر التليفون، يسعدنا ويشرفنا دائما تواجده ويانا. سيد علي بداية مرحبا بك، دائما سعداء جدا بتشريفك لنا باللاعب 12 وبالشرقية، كل عام أنت بخير أنت وعائلتك، إن شاء الله يا ربي سنة سعيدة عليكم وعلى كل رياضتنا وكرة القدم بشكل خاص كونك نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أيضا. سيد علي، يوم أمس كان ويانا السيد أحمد الموسوي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، قال انه اجتماع مجلس الانديه احنا نعترف به، انديه اجتمعت ومنضويه تحت لواء الوزاره، لكن الاعتراض على اللوائح تم بطريقه غير قانونيه. قال احنا ما راح نعترف باي ممانعه او اعتراض على اللوائح الا لما تجينا بشكل كتب رسميه من كل نادي، هذا الكتاب جاي بتوقيع مجلس الإدارة للنادي وبمصادقة الهيئة العامة على هذا الاعتراض، وبالتالي بغيرها لن يتم الاعتراف بهذه الاعتراضات. متوافق مع هذا الطرح مع رأي الوزارة بخصوص هذا الموضوع؟ وهل أنتم كأندية معترضة جادون بالسير بهذا الطريق أنه مجلس الهيئة العامة يجتمعون ويصدرون قرار لمجلس الإدارة ومجلس الإدارة يبعث هذا الكتاب إلى الوزارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية أهلا وسهلا وكل عام وأنت وبألف خير. الله يسلمك. الله يسلمك أستاذ، الله العلم. سيد علي تسمعني؟ أبيان إيه نعم أسمعك. أنا هسه أسمعك، هسه صوتك تمام سيد علي تفضل. الحقيقة يعني موضوع التعليمات اللي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة وموضوع الاعتراضات اللي سقطت من أول يوم، يعني من أول يوم يعني بدأت وزارة الشباب باللجنة أو بتقديم الاعتراضات، الحقيقة لحتى هذه اللحظة يعني الأمور شائكة، الأمور غامضة، الأمور يعني تجري بطريقة غير صحيحة، تجري بطريقة غير مشروعة وغير قانونية. الآن نحن ليس في صعبة، نحن في بلد، هذا البلد فيه قوانين نافذة. يفترض نحن الكل، يعني أنا أستغرب يعني مجموعة من الأندية طالب بالقانون والمؤسسات تركها القانون. القانون ليس لأحد، القانون ليس لشخص، القانون قانون بلد. الموضوع ذاهب باتجاه الأندية تطالب بتطبيق القانون. طيب. الأندية ما معني الآن بالاعتراضات، ما معني الآن
انه الوزاره في الهيئه الاداريه نحن رافضين اللائحه جمله وتفصيلا. طيب الان ال 148 نادي اللي رفضوا اللائحه بالاجماع، ما معنيين ان تكتبون للوزاره وما معنيين ان تكتبون انه احنا نريد هاي الفقره او ما نريد هاي الفقره. نعم. اللائحه بالاجماع، رفضوها يعني اللائحه كلها مرفوضه، مو مساله الولايتين للرئيس ومساله الشهاده الجامعيه هي العقده، انتم رافضين اللائحه كلها سيد علي. اخ ابيان بالنسبه للتعليمات اللي اصدرتها وزاره الشباب والرياضه، نعم، تعليمات خارجه عن القانون، خارجه عن نص القانون، خارجه عن روح القانون. في كل في في كل قوانين وانظمه العالم، في الميثاق الاولمبي، في القوانين الاخرى، الوزاره مؤسسه حكوميه. طيب. ترعى الانديه، ترعى الانديه، تعمل على المساعده للانديه، تفعل الاشياء الماليه للانديه، لكن ما ممكن لاي وزاره بالعالم ان تعمل لائحه للانتخابات. الميثاق الاولمبي يشير الى انه الانديه مؤسسات، الانديه يعني منظمات مجتمع مدني، منظمات مستقله، منظمات يعني في اغلب بلدان العالم النادي له نادي كيان، هو اللي ينظم حاله عن طريق هيئته العامه، هو اللي يسوي التعليمات، هو اللي يسوي النظم الداخليه للنادي. الان الوزاره راحت باتجاه يقول انه هاي التعليمات احنا صدرناها من مخ القانون، من روح الدستور. ماكو اي مشكله. الان نحن متشفين الى القضاء. نعم. القضاء العراقي. الفيصل بين الوزاره وبين التعليمات اللي اصدرتها وبين اعتراضات الانديه هو القانون. في اكثر من مره، في اكثر من الجلسه الحقيقه، نصحنا اكثر من اخوان في وزاره الشباب والرياضه، يا اخوان خلينا نجلس، خلينا نتحاور، هذا بلدنا. نعم. هذا الموضوع ليس بالسهل، هذا الموضوع ليس موضوع يعني مبسط، هذا موضوع تائه. طيب. لما بعد ترى الموضوع يروح ابعد، لكن للاسف لا اعرف معالي وزير الشباب والرياضه يعني شخص ما ملم بالقوانين. نعم. رجل سياسي، نعم، بس ما ملم بكل القوانين الرياضيه والانظمه. لا الناس اللي حواليه دلوا على الشيء الصحيح، قالوا مثلا احنا هذا الموضوع يتضارب مع كذا قانون، هذا الموضوع يتضارب مع كذا. وللاسف الشديد لو تلاحظ، نعم، المجموعه اللي كتبت التعليمات، نعم، مجموعه انا اتصور مجموعه بائسه من خلال انه هم نفسهم ما دافعوا على كتاباتهم، نفسهم ما دافعوا، نعم، عند خروجهم على اكثر من فضائيه، نشوفهم ما مؤهلين، لا مؤهلين بالكلام، لا مؤهلين بالمنطق. وفي بعض الاحيان انا شخصيا التقيت مع يعني عدد قليل من اللي كتبوا اللائحه، اشاروا لي ان معالي وزير الشباب الرياضه هو اللي سعى الى هكذا تعليمات. نعم. ولا اي واحد يحب يعني منهم انا انطي الاسماء، قالوا يعني احنا ما كتبنا، احنا ما كتبنا الدوسيين. نعم. لكن بامر من معالي وزير الشباب، واعني بالذكر اللي قال لي بيها محدواي، اعني بالذكر اللي قال لي بيها في مقر اللجنه الاولمبيه اللي كتب احد اللي كتب التعليمات اللي كان مقرر اللجنه. نعم. نحن الان ليس بصدى هذا الموضوع او ذاك، انا شخصيا يعني من خلال منبر الشرقيه. نعم. الله شاهد، لا اقرب الى نادي نيسان. نعم. قررت الابتعاد عن نادي نيسان وعدم الترشيح له. نعم. وانت ومتابعي الشرقيه وكل الاراضيين يعني راح يكونون انك شهود علي اذا يوما ما اقبلت على ترشيحي لنادي نيسان، خلاص. طيب. هذا الموضوع انا يعني ابتعدت عنه وخذت قراري به وانتهى فيما. لكن الموضوع اللي احب ان اسئله انه الان احنا وين راحنا وصلنا؟ نعم. الوزارة بعيدة كل البعد عن أي تشريعات الأندية الرياضية. اللجنة الأولمبية الآن القانون النافذ الآن يخص اللجنة الأولمبية بالتعامل مع الأندية، يعني ما معناه الأندية، نعم، على ذمة اللجنة الأولمبية. الآن اللجنة الأولمبية تتفرج. نعم. الآن اللجنة الأولمبية، نعم، لا تريد أن تتعارض مع الوزير. نعم. يا وزير أوبر. نعم. يعني الأندية على العاقل. نعم. ما تريد تزعل الوزير. الوزير الآن سارب هذا الموضوع يعني لو فرضنا لم القضاء لم ينصف هذه الأندية، نعم، راح يكون لها كلام آخر. طيب سيد علي، يعني بعد اجتماع اللي عقدتوه، المؤتمر اللي عقدتوه لمجلس الأندية،
ما صار كرة فعل من الوزارة، ما اتصلوا بيكم قالوا يابا تعالوا خلينا نقعد نجتمع نتفاوض، ما اتفقتوا على موعد لل يعني للجلوس حتى يعني ما نوصل الى اشكالية اللجوء الى القضاء المحلي وبعد لا سمح الله الى القضاء الدولي اللي كلنا نعرف به تبعات الايقاف والتجميد. اخ ديان يعني من بداية هذه المشكلة لحد هذه اللحظة الوزارة ما جادة ان تتناقش مع الاخرين. نعم الوزارة ما جادة ان تجلس مع الاخرين. هسه الوزارة مو طرف بالتعليمات. نعم انا يعني مو طرف بالقانون، لكن مع ذلك كمؤسسة حكومة كراعية للرياضة يعني ما جادة ابد. يعني الاخوان يمكن اكثر من 130 نادي داروا سماحة السيد عمار الحكيم. نعم. وتم تبليغهم انه من كل محافظة اثنين في كل محافظتين يعني يتم ترشيحهم من الأندية. نعم. يعني يقومون بكتابة اللائحة أو كتابة مسودة القانون. هؤلاء ولا شخص أرسلوا عليه يعني. نعم. دزوا عليهم فقط في يوم واحد، فقط في يوم كتابة التعليمات، وكأنما هم صحفيين دزوا عليهم ليملون عليهم التعليمات. هاي تعليمات، هذا الموضوع بإخفاء. نعم. هذا الموضوع هسه أنت لا من قريب ولا من بعيد هذا الموضوع يخصك كوزارة لتعليمات الأندية، يوجد قانون. ومن ثم نحن الكل ساعين إلى أن يعني هذا الموضوع ما نخلي يذهب باتجاهات بعيدة. طيب إحنا أبناء بلد. نعم. وإحنا يعني مسؤولين على رياضة بلد، ما ممكن يطلب أن الكل تروح بمنطق العقل، الكل تروح. نعم. منطق التعاون والحوار في سبيل أن نصل إلى المعقول، في سبيل أن نصل إلى الشيء اللي يسلم الكل. بعدين إذا ماكو مصالح شخصية ليش التعنت؟ ليش التزمت؟ يعني أنا الآن يعني كوزارة الشباب الرياضة أعديت هذا. حتى لو فرضنا نادي واحد فقط يفترض الإقصاء. نعم. في بلد يفترض أن نبتعد عن الإقصاء، نبتعد عن تغييب الآخر، يفترض أن نتحاور أكثر، لا أن نعمل بالأكاذيب. يعني الكل اللي طلعوا نعم. المعترضين يعني 11 معترضين 13 معترضين، وطبعا يوصلونها الى معالي وزير الشباب والرياضه، ما في معترضين. نعم. وصلتنا كتب وصلتنا تليفونات، لكن في الاجتماع اللي حدث قبل اول امس يعني. نعم. اكثر من 148 نادي من انديه العراق، وبعدين كل نادي جايب 3 كتب. نعم. كتاب تخويل الى جميل العبادي، وكتاب الشكوى في المحكمه الاتحاديه، وكتاب. نعم. الشكوى في البرلمان. يعني هاي الناس اللي اجت يعني اجت غير رؤساء انديه وهيئات اداريه، ليش تغيبها؟ يعني انت يعني ما معني بهذا الموضوع، والناس تقول لك خلينا نقعد نتحاور، نقعد نتناقش، نقعد نسولف، وبالتالي تجي تقصيها. طبعا انت اذا تقصي وتغيب وتريد يعني عندك امور كثيره، تتصور الاخرين يعني ينتظرون. يعني سيد علي انت برايك هذا الاقصاء والتهميش اللي حضرتك تقول عليه يعني موجه لاشخاص معينين، موجه لعلي جبار، موجه لكامل صغير، موجه لجميل العبادي، يعني تدخلت الشخصنة والامور الشخصيه تجاه اشخاص معينين في مساله تحديد لوائح وقوانين انتخابيه راح تظل سنوات طويله؟ استاذ من خلال منبري الكريم استاذ يام العزيز. نعم. انه انا اطمئن الاخرين انه انا بعد ما ارشح. نعم. خلي يفكرون باقصاء الجبار. نعم. ممكن يفكرون باقصاء الاخرين. نعم. هذا الموضوع انا قبل قليل تحدثت معك هذا. نعم. الموضوع وهذا التزمت وهذا يعني الاصرار والتاكيد على الاصرار على اقصاء الخطر. هذا انت لما ما تنظر. نعم. الى هذا الموضوع تشوف اكو غايات. يعني هسه انا وياك ندخل في اي مشكله صغيره في اي محترق صغير. نعم. يعني احنا اثنين عقال واثنين ما عندنا غايات، لا نجلس. نعم. اكيد. نعم. نتحاور نجلس الى ان نصل الى حدود الدنيا بالاتفاق. طبعا. الى ان نصل الى المعقول، الى المنطق. لكن انا اصر وكل اصرار انا وانت ننظر الى انه اكو غايات، والغايات معلومه ومعروفه. طيب سيد علي جبار رئيس نادي ميسان، كل الشكر الجزيل على وقتك وعلى تواجدك ويانا اليوم باللاعب 12 وبالشرقية. سعداء جدا بيك، و يعني سمعنا رأي الأندية المعترضة، سمعنا رأي الوزارة، وبالتأكيد هي دعوة للكل لمد اليد وللمصافحة ولتغليب المصلحة العامة والعمل الجماعي على المصلحة الشخصية والعمل الفردي. ونتمنى من الكل دائما أنه يعملون بحب وولاء وانتماء للرياضة العراقية وللوطن وللبلد العراق. حلقة اليوم أصدقائي انتهت، بكرة إن شاء الله نلتقي بنفس الموعد دائما. اللاعب 12 عبر الشرقية، إلى اللقاء.